بسم الله الرحمن الرحيم. ازي حضراتكم؟ نكمل النهارده اقاليمنا مع بعض وقرايتنا ليها واهم ما يمكن الحديث عنها. كنا مرينا لغايه الاقليم السابع، وزي ما بقول لحضرتك انا ما بشرحش اثار، لان بنشرح حضرتك انت بتعمل باستور فبتعدي، يبقى عارف ان انت كل مدينه بتقف عندها ده كانت تمثل عند المصري اقليم من الاقاليم بتاعه. الاقليم اللي احنا هنقف عنده النهارده واحد من بين الاقاليم المهمه لاقصى درجه. اقليم مهم جدا، طاور، الأرض العظيمة. ليه الأرض العظيمة؟ هي الأرض العظيمة هي مكان العاصمة بتاعته سيني، س نون ي. طبعا تعودت يمكن على السين بتاعتي وإنها أقرب لي الث شوية، لكن هي المرة دي ث بجد مش سين وبتقلب يعني. سيني. طب ليه؟ لأن أنا لما هتكلم على سيني يبقى هتكلم على 3200 3000 قبل الميلاد، وهي مرحلة توحيد مصر اللي خرجت من هذا الاقليم، اللي ربما انه كان يبقى قريب شويه من المنطقه اللي بيعرفها باسم منطقه العربه المدفونه البليانه سوهاج، واحده من بين المناطق الهامه جدا. ابيدوس وعظمتها ومكانتها وقوتها، مركز عباده عنيشتي، مركز عباده خنتي ايمنتي وامام اهل الغرب، مركز عباده وتقديس اوزير التي تضم اروع واجمل المعابد المصريه على الاطلاق. مقصورة سونسيرت قالت ان الاقليم تاور، الاقليم المعبود بتاعه عينيشتي خنتي ايمنتيو، عينيشتي خنتي ايمنتيو اللي اصبح خنتي ايمنتيو، عينيشتي اصبح اوزير. في حاجه لطيفه جدا لما تخشوا المعبد، يمكن بعض الزملاء لما كنا اخر مره هناك لفت النظر وقفنا اتكلمنا، وكانت من اروع ما يمكن قوله، ان سيتي اسمه ميرن بتاع، سيتي ميرن بتاع كان اسمه اللي مكتوب هناك وزير ميرن بتاعها، ما يكتبش ست، مع ان هو ست، لكن هو عاوز يقول ان المعبد ده بتاع وزير اللي انا بحارب فيه ست، فحتى اسمي يا عم هغيره منعا ان انا كانه بيدوه حتى بتغيير الاسم ولو بشكل رمزي، بالذات في المقصوره بتاعت اوزوريس. المنطقه واحده من بين المناطق المهمه جدا، منطقه توحيد لمصر، منطقه عباده، منطقه الملوك الاوائل اقاموا فيها بعض المنشات، منها مقابر الاسطين واحد واثنين، فيها كنايس، فيها مناطق مرتبطه بمعابد ترجع لعصر حطمس الثالث، زي معبد حطمس الثالث الموجود بجانب المعبد الرئيسي ل سيتي الاول، فيها معبد الاوزيريون اللي بيرجع لعهد ميرن بتاع، وغيرها من المقاصير والمعابد اللي بتجعل المنطقه واحده من اثرى واغنى المناطق في العالم. ابيدوس تاور او تاور سيني، المقاطعه الثامنه من مقاطعات مصر العليا، واحدة من بين الأماكن والمقاطعات الهامة جدا في الحضارة المصرية. إذا اتجهنا إلى الشمال هنروح إلى بانوبوليس. بان هو المعبود إله المراعي أو معبود المراعي عند اليونان، بانوبوليس يبقى مدينة المعبود بان. مين المعبود المراعي؟ ده اللي مرتبط عندي أنا في الحضارة المصرية كمان في المقاطعة الخمسة قفط، بيجي شمالا شوية في المقاطعة التاسعة اللي هي مدينة أخميم. أخميم، لكن اسم الإقليم كان إيه؟ اسم الإقليم كان إيبو. إيبو المعبود بتاعه هو معبود مين؟ اتسمنت عشان كده أخميم جت منين؟ خنت مين؟ خنت مين اللي هي مين التقديم بتاع مين؟ اللي بقت في القبطي شيمين، اللي سماها الإغريق زي ما قلتلكم بانوبوليس اللي هي منطقة المراعي، وهي منطقة أخميم. وطبعا لما تروح أخميم لازم تتفرج على تمثال ميريتامون ابنة رمسيس الثاني بديعة الجمال. نطلع من الإقليم التاسع نخش على الإقليم العاشر، إقليم وادجت. طبعا بعدين هيسكت، استنى يا عمنا تضحك علينا، وادجت دي مش بتاعت الشمال؟ اه طبعا مفيش مشكلة، لكن يمكن أنا ليا بحث كمان كان على منطقة بني سويف اسمها مدينة نبوي، مركز عبادة الوادجت. فالمعبودات هنا أنا مش هقفل، دي بتاعت يعني اللي أنا نسبة المرونة عندنا في الحضارة المصرية نسبة عالية. الحضارة المصرية زي ما قلت لحضراتكم دايما مش حضارة جامدة، مش قوالب مقفولة، مش كده دي مية ما تنفعش حاجة غير مية، لا ينفع أحط فيها 100 حاجة تاني. هنا وجد المقاطعة العاشرة. المقاطعة هنا اسمها في اليوناني أفروديتو بوليس اللي هي مدينة أفروديت، الاسم بتاعها هو بير وجد اللي هي منطقة
كومشتاو اللي هي عند مدخل انا اسف عند مدخل ابو تيج، واحده من بين الاماكن الهامه جدا الاقليم العاشر اللي ارتبطت بيه المعبوده المصريه وجد واهميتها في المكان. البعض قال عاصمه الاقليم قد تكون المنطقه بتاعت كوم اسفهت، وهي غالبا هي المنطقه بتاعت كوم اسفهت، يمكن كان في برضه لوحه طلعناها من هناك، واحده من بين اللوحات الجميله اللي جات لي من كوم اسفهت، والبعض بيقول ان هي منطقه قاول كبير اللي هي جنوب البدان. لازلت بتحرك لغايه دلوقتي في المنطقه بتاعت سوهاج، والمعاصمه بتاعت سوهاج ما بين المقاطعات 8 و9 و10 11 11 الاقليم المعبود 6 عاصمة الاقليم ده اسمها بالهيروغليفي تشيس حوتب اللي هي مدينة الشطب دلوقتي 7 كيلو جنوب اسيوط. اللي جاي المعبود فيها كان ست، وتعبد معاه في العصر المتأخر والعصر البطلمي المعبود خنوم شوية. هنا ذكر في بعض النصوص ان المنطقة كانت مركز استوطن فيه انصار ست في فترة من الفترات، واعتمد خنوم ليشكل البشر على عقيدة المعبود ست. البعض بيقول لا ده اقليم شاس حطب اللي هو شط اللي هو شطب دلوقتي دي اللي احنا قلنا عليها، هو المكان اللي شهد نهاية الصراع ما بين حورس وست وامتداد عملية التصالح ما بين المعبودين. المنطقة ال 12 منطقة مهمة جدا، او الاقليم ال 12 جو اف، جو يعني جبل، جو اف جبله اللي هي اول ما بقول جو اف ببص كده على صيغه الحتب دينيسو، حتب دينيسو انيبو تيب جو اف اللي فوق جبل. الله ده انا بتكلم على ابيدوس بالظبط اللي هو ابن اوا اللي هي المنطقه اللي اتعرفت بمقر بر حور نيبو، مقر حورس الذهبي اللي هي مركز عباده وتقديس المعبود انوبيس في المقاطعه بتاعته. المكان بتاعها ده هي المنطقه الكوم الاحمر اللي بين البداري ودير تاسة، ومنطقة جنوبية وهي المنطقة المرتبطة عندي كمان بمنطقة اسمها أبنوب أب أو أنبوب اللي هي منطقة أبنوب اللي هي المنطقة الموجودة إلى نواحي أسيوط، ويبدو أن ارتباطها هو ده اللي بيديني مركز عبادة قوي جدا للإله أنوبيس. المنطقة اللي بعد كده أو المقاطعة الـ13 من مقاطعات مصر، مقاطعة 13 من مقاطعات مصر، مقاطعة من بين المقاطعات الهامة جدا عندي في الحضارة المصرية، لأنها بتمثل بالنسبة لي اسم عاصمة كبيرة. العاصمة المكليم ده اسمه إقليم سيوت اللي بقى سيوت بالإبطي ومعناه إقليم المحروسة أو الإقليم المحروس اللي بيمثل بالنسبة لي أهمية كبيرة. المعبود الرئيسي عندي للإقليم ده هو المعبود المصري القديم ويب وواط فاتح الطرق، وبيصور بشكل ابن آوى. طبعا لما نتكلم على ويب وواط نذكر استاذنا العزيز دكتور احمد عيسى ودراسته الرائعه عن المعبود وارتباطه بان المعبود ده ارتبط بالمعبود اوزوريس من البدايه. اللي كقول ولكن دايما لما كانوا يعلمونا كانوا يقول لك تلاقي دايما انوبيس قاعد وتلاقي دايما ويب وواط واقف لانه بيفتح الطرق، حتى ان بعض الملوك لما كان يلبس الشنديد بتاعه الطويل كان الملك يمثل الشنديد بتاعه الجزء المدبب في الشنديد على شكل ويب وواط كان هو اللي بيفتح الطريق بتاعه. المدينه اتسمت مدينه الذئب في النصوص اليونانيه ليكوس بوليس او مدينه ابن اوى. هنقف النهارده عند المقاطعه الـ13 من مقاطعات مصر العليا، هنكمل مرة جاية إن شاء الله، يا رب يكون فيها الخير لينا وربنا يدينا ويديكم العمر. تحياتي، سلام عليكم.